ضمن دعم مسيرة العلم والتعليم لبناء جيل مثقف ومؤهل إنسانيا واجتماعيا، احتفل المعهد العالي لإدارة الأعمال هبة بتخريج الدفعة 11 من طلاب مرحلة الإجازة الجامعية البالغ عددهم 92 خريج، وذلك برعاية الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من مدراء وأساتذة المعهد. نحن جدا سعيدين بتخريج هالدفعة من معهد هبة لإدارة الأعمال، واليوم خرجينا عددهم 90 اليوم، فألف مبروك. هي سوريا وهذا هو العطاء، ونحن بأمس الحاجة لهالكوادر. ومثل ما لاحظنا اليوم أنه في رعاة لربط المنتج مع سوق العمل واحتياجات العمل، وهذا أمر مهم جدا. نحن دائما وقت عندما نصل إلى هنا ننسى التعب وننسى كل ما مررنا به. طبعا مررنا بسنوات صعبة، في السنوات الخمس الماضية كانت سنوات صعبة على الوطن وعلى المعهد وعلى العاملين وعلى أعضاء الهيئة التدريسية وحتى على الطلاب، ولكن مجرد وجودنا اليوم هنا هو تعبير عن إرادة الحياة وإرادة النصر عند طلابنا وعند أهاليهم وعند شعبنا العربي السوري. وجود معهد هبة ليس فقط صرح تعليمي يقدم رسالة واضحة في رغبة الشعب العربي السوري في الحياة، بل أيضا يسعى للربط مع شركائه في مجال الأعمال، ومن ضمنهم بنك بيمو الفرنسي الراعي المالي للحفل، سواء من ناحية توفير منح تساعد الطلاب في إتمام دراستهم أو تحسين البيئة المادية، بما يدعم العملية التعليمية في المعهد. عندنا اهتمام خاص ونظرة من مجلس إدارتنا ومن أعضاء المجلس إدارة أنه نضم على طول بتواصل مع كافة المؤسسات التعليمية أو مثل هبة تخصصية لإعداد جيل، لأنه هون المستقبل، وعم نعمل كل الجهد لهالشيء هذا حتى يكونوا حاضرين جاهزين لسوق العمل، لسوق بناء، إعادة بناء سوريا، إعادة أعمار سوريا. درست اختصاص إدارة نظم المعلومات الإدارية. حقيقة اليوم فرحتي كبيرة وإلي شرف أني رح كون الممثلة لكلمة الطلاب. أهم شيء بهالفترة أنه الجامعية تعلمت درس أنه الشخص يكون حقيقي ويعمل شيء يشبه بس حاله. المعهد العالي لإدارة الأعمال عن جد هو معهد متميز بكل شيء، يعني حتى مثلا هلأ إحنا خلصنا دراستنا طلعنا على الواقع العملي، يعني عن جد عم نلاقي شغلات اللي أخذناها واللي درسناها عم نقدر نطبقها، عم نلاقيها بالواقع، يعني ما عم نصطدم فيها الاصطدام القوي. متدربين قبل، عنا فكرة، الخبرة اللي أخذناها بالجامعة التحليل الميداني، كنا ما بنعرف شيء قبل شو هو البزنس أو شو إدارة أعمال، فتحتنا عليه، علمتنا أكثر شيء واكتسبناه طبعا هلأ حاليا بالميدان العملي. يعني تجربة كتير حلوة وأكيد ما بتنتسى دائما. بعيونهم نرى الأمل لغد أفضل، بسواعدهم نعيد أعمار سوريا، وبعقولهم ننير درب جيل المستقبل.